سنرجع. نرجع هنا للخوارزمية. الخوارزمية شلون تتمشي؟ عندنا قلنا الان عندنا عدد عناصر في داخل هاي المصفوفة، 8 عناصر اللي هم 30 و8 و10 ما مرتبة. هسه احنا نحاول نرتبها. شلون حنرتبها؟ بطريقة الشر. نحاول نرتبها بطريقة الشر صوت، انه عندي الان هو يمثل لي عدد عناصر المصفوفة. شلون اني اقدر ارتب؟ شلون اقارن عنصر ويا العنصر الاخر؟ العنصر الاخر شلون حنقول؟ مو اللي بصفه ولا الاخر، شلون حنحدد يا عنصر اللي حتكون ويا المقارنه؟ احنا بهاي الطريقه راح تكون تحديد المقارنه مالت العناصر مالتنا عن طريق انه اني اخذ عدد العناصر الان واقسمه على 2، اقول الان مقسومه على 2، هنا ايش قد تساوي لي؟ تساوي 4. ها هنا انا ايش طلعت؟ طلعت الجاب. الجاب هذا شيء يمثل لي، يمثل لي يقول لي انه اني اول عنصر راح اقارنه ويا رابع عنصر يبعد، ويا عنصر اللي يبعد عنه باربع مراتب. يعني مثلا هنا ال 30 حقارنه ويا هنا اقول 1 2 3 4 حقارنه ويا الاثنين. من اللي حدد لي انه اني هذا ال 30 حقارنه ويا الاثنين؟ انه اني قسمت الان على 2 طلع لي 4. هذا الرقم هو اني اللي راح امشي عليه بالعملية المقارنة. بعدين هذا الرقم يقل بواحد يصير 3، بعدين يقل بواحد يصير 2، بعدين يقل بواحد يصير 1، الى ان يصير 1. من صار 1 يعني توقف الترتيب مالتي، انه حصلت على اري مرتبة. بس هنا راح نجي نشوف شلون حصل العملية. نكتبها هنا على الجهة حتى نشوفها. هنا ال n تساوي 8، ال n تقسيم 2 راح تساوي لي 4. فراح اجي هذا هو العنصر اقارنه ويا من؟ احسب عنه 4 عناصر، 1 2 3 4 اقارنه ويا هذا العنصر. شو حتصير؟ هذا ويا هذا. شلون حقارنه؟ راح اقول انه ال30 او ال2 هي اصغر من ال30. احنا لو نشوف نلقى ال2 هي اصغر من ال30، فشو حنسوي؟ حنسوي عمليه ابدال. هنا حتجي ال30، هاي ال 30 جتي هنا، وهنا بدل ال 30 منو حيجي؟ حيجي ال 2. زين، هسه نجي على الخطوة اللي بعدها، نجي الخطوة اللي بعدها ال 8. ال 8 ويا من حقانة؟ 1 احسب 2 3 4 حقارنه ويا هذا هو الموقع الرابع اللي يبعد عنه. اجي اقارنه ويا هذا. هنا شو حقول؟ هل انه الاربعه هي اقل من الثمانيه؟ نعم الاربعه اقل، فتجي الثمانيه هنا وهنا شو يصير؟ تجي الاربعه، هذه هي الاربعه. بعدين اجي بعدها ايش اقول؟ أقول العشرة أقارنها ويا العنصر اللي يبعد عنها بأربع مراتب اللي هو 1 2 3 4، يعني أقارنها ويا هذا ال 38. أجي هذه ال 38. هسه هنا أنا شو أقول؟ ال 38 هل هي أصغر من العشرة؟ لا، ال 38 هي أكبر من العشرة، فإذا ال 38 هنا راح تبقى بمكانها والعشرة أيضا راح تبقى مكانها ما تتغير. هسه أجي على من؟ على هذا العنصر اللي هو ال20، أقارنه ويا من؟ 1 2 3 4 أقارنه ويا 12. شو حصل عندي؟
العشرين واثناعش. هسه هنا عندي الاثناعش أقل من العشرين، فإذا العشرين تجي هنا والاثناعش راح تجي هنا. هذا هسه صارت الأري مالتي لما أني تقارن ويا العنصر اللي يبعد أربع مواقع عن العنصر اللي أني تقارن وياه، صارت عندي الأري مالتي الجديدة. صارت عندي الأري مالتي الجديدة اللي هي خلينا نكتبها هنا 2 4 12 30 8 لحظة نسينا العشرة. هسه نمسحها هنا. اي بس هنا أربعة، هنا العشرة، بعدين وراها 12، بعدين وراها 30، بعدين وراها 8، بعدين 38، بعدين تجي ال 20. زين هسه اني هنا ايش قد لما عندي أربعة، زين هنا لما عندي ايش قد نقصناها الأربعة بواحد صارت ثلاثة، هاي هنا أربعة هنا صارت ثلاثة. لما ثلاثة معناها شنو؟ أنا حقارن هذا العنصر ويا العنصر اللي يبعد عنه بثلاث أماكن. بس أجي الاثنين أقارنها ويا واحد اثنين ثلاثة، إذا ويا من حد أقارن الاثنين ويا 12، هاي الاثنين ويا 12 ياهو الأقل، 12 أقل من 2؟ لا، أكبر من 2، إذا كل واحد يبقى مكانه. أجي الأربعة أقارنها ويا الـ 30. الأربعة 30 هي أكبر من الأربعة، مو أقل منها، فإذا 30 راح تبقى في مكانها. أجي هنا العشرة تتقارن ويا 1، 2، 3 تتقارن ويا 8. هنا إيش راح ألقى؟ راح ألقى إنه الـ 8 أقل من العشرة، فإذا هنا راح تروح حصل هنا عشرة حتجي، وهنا حتروح العشرة حتجي مكانها الثمانية. هسه أجي على 12 أقارنها ويا العنصر اللي بعدها بثلاث أماكن اللي هو 1، 2، 3 حتتقارن ويا 38. 12 ويا 38 إيش راح ألقى؟ 38 أكبر من 12. هسه اجي هنا ال 30 تتقارن ويا من؟ ويا ال 20. ال 20 اكبر من ال 30، قصدي ال 20 اصغر من ال 30، فايش راح يصير؟ حتروح من هنا ال 20 حتيجي مكانها ال 30، ومكان ال 30 منو حيجي مكانها؟ ال 20. هسه لو نشوف هنا شو حصل المصفوفة مالتنا الجديدة؟ 2 4 8 12 20، بعدين وراها 10، بعدين 38، بعدين وراها 30. هسه هنا الجاب مالتنا ايش قد حيصير؟ حينقص ايضا بواحد، فحيصير الجاب مالتنا 2. هسه نجي يعني معناها اقارن هذا العنصر ويا العناصر اللي يبعد عنه مرتين، يعني هنا احسب 1 2، يعني حيتقارن 2 ويا 8. 2 ويا 8، 8 اكبر منه. نجي على الاربعه، اربعه تتقارن ويا 12، فالاربعه اصغر من 12، فاذا كل واحد حيبقى مكانه. نجي على الثمانية تتقارن ويا العشرين، الثمانية هي أصغر من العشرين، فإذا العشرين حتبقى مكانها والثمانية تبقى مكانها. أجي هنا الاثناعش تتقارن ويا العشرة، ليش ويا العشرة؟ لأني أحسب من بعدها باثنين اللي هو 1 2. الثمانية الاثناعش ويا العشرة هنا إيش صار عندي؟ العشرة أقل من الاثناعش، فإذا هنا راح تروح العشرة حتجي مكانها الاثناعش، وهنا ال 12 حتروح حتيجي مكانها العشرة. هسه اجي اقارن ال 20
ويا من؟ ويا الثمانية وثلاثين. هذه هي ويا الثمانية وثلاثين. إحنا أنا أدي الثمانية وثلاثين هي أكبر من العشرين، إذا حيبقون كل واحد حيبقى في مكانه. هسا نجي إحنا شنو صار أدي؟ أدي اثناعش. بعد ما عليه بالعشرة، لأن أنا تغيرت العشرة إجا مكانها اثناعش. حتتقارن ويا الثلاثين. فإذا هذه ويا الثلاثين، الثلاثين هي أكبر من اثناعش، إذا حتبقى هنا بمكانها، ما يصير تغيير بها. هسه ايش راح يصير عندي؟ صارت عندي هاي المصفوفة، هسه لو نشوفها اللي هي اثنين أربعة ثمانية، هنا صارت العشرة، هنا عشرين، وهنا اجتي الاثنى عشر، وهنا الثمانية وثلاثين، وهنا الثلاثين. ايضا نفس الحالة اطبق عليها نفس الشيء، نفس العملية اللي سويناها بالسابق، بس هالمرة الجاب مالتي شقد حيصير؟ قلنا في كل مرة هذا حينقص بواحد، هالمرة صار الجاب مالتي واحد، معناها حقارن هذا العنصر ويا اللي بصفه. أربعة وين اثنين؟ أربعة أقل أكبر من اثنين، فإذا ماكو تغيير. حصل هنا أربعة ويا الثمانية، ثمانية أكبر من الأربعة، أيضا ماكو تغيير. الثمانية ويا العشرة، عشرة أكبر من الثمانية، إذا ماكو تغيير. عشرة ويا العشرين، عشرين أكبر. هسه نجي هنا العشرين ويا الاثنى عشر، هنا الاثنى عشر أصغر، شو حتصير هنا؟ حتجي العشرين هنا، وهنا حتصير اثنى عشر. هسه العشرين ويا الثمانية وثلاثين، ثمانية وثلاثين أكبر. بس هنا الثمانية وثلاثين ويا الثلاثين، لا هنا شو حيصير عندي؟ الثمانية وثلاثين حتيجي هنا، وهنا هاي حتروح من الثمانية وثلاثين حتيجي مكانها الثلاثين. هسه لو نشوف هنا الأري مالتنا شو راح نلقاها؟ حنلقى الأري مالتنا مترتبة. هسه راح نكتبها بطريقة جديدة. اثنين هنا أربعة، هنا ثمانية، هنا عشرة، هنا اثنى عشر، هنا عشرين، هنا ثلاثين، وهنا ثمانية وثلاثين. هسه لو نشوف هاي العناصر مالت الأري، هسه خلينا نحطها في داخل المصفوفة. هسه خليناها في داخل المصفوفة حتى تشوفون العناصر مالت الأري. حصلت هسه أنا بعد هاي العملية حصلت على أري مرتبة بالكامل من الأصغر إلى الأكبر. أوكي طلاب فاهمين؟ أحد عنده سؤال؟ اوكي يلا اوكي ان شاء الله ماكو سؤال عندكم. هسه طلاب راح ننتقل إلى المثال اللي موجود إحنا عندنا.
مثال، هذا المثال هم أنا حينطينا أضي، وهذه الأضي مالتنا. هم أنا ما مرتبة، وإحنا حنحاول إنه إحنا نرتبها. هسه حنشوف المثال، هسه أسألكم شير سكرين. هذا هو المثال مالتنا. هنا تيشرح كخطوة. هسه هنا بالبداية يقول الالغوريثم مالت الشيرد سورت تعتمد على هذه الأربع خطوات، المفروض هنا مو ثلاثة. الأربع خطوات اللي هي الخطوة الأولى نسوي initialize للvalue of h. الvalue of h اللي هي شو تمثل لي؟ مثل ما قلنا اللي هي نسميها احنا الجاب، يعني انه كل عنصر يتقارن ويا العنصر اللي شقد راح يبعد عنه. بعدين شو نسوي؟ هنا راح تتقسم الليست into smaller sublist. بعدين نقول sort this sublist using the insertion sort. وبعدين repeat until complete list is sort. نظل نكرر هذه العملية إلى أن تترتب الأضي مالتنا. فمثل ما قلنا هسه عندنا هاي المصفوفة اللي عدد عناصرها أيضا 8. هنا أنا حيصير عندي إنه العنصر مثلا إنه الإيش، مثلا أفرض إنه أنا إيش قد أخذته، مثلا أخذته إذا أخذته على نص العدد فحيكون العنصر الأول حيتقارن ويا العنصر اللي يبعد عنه بأربع عناصر. مثلا هنا 35 حتتقارن ويا 14، يعني ستشوفون فرق الألوان مالتها حتى تعرفون إنه مثلا هنا اللون البنفسجي حيتقارن ويا اللون البنفسجي، واللون السمائي يتقارن ويا اللون السمائي، واللون الأصفر يتقارن ويا اللون الأصفر، والأخضر ويا الأخضر. شلون هسه احنا سوينا الخطوط بيناتهم؟ فهسه هنا حيجي هاي 35 حيقارنها ويا اللي يبعد عنا بأربعة. ليش أربعة؟ لأن قسمنا اللينك على 2، فطلع لي إنه لازم كل عنصر يتقارن ويا العنصر اللي يبعد عنا بأربع عناصر. فهسه 35 تتقارن ويا 14، إيش نلقى؟ إنه 14 هي أصغر من 35، فنشوف هنا باللي جوا، إجتني 14 صار في البداية وال 35 صارت مكانها. بعدين نجي على 33 تتقارن ويا 19، حنلقى 19 أصغر هنا الخطوة اللي بعدها 33 و 19. فايش راح يصير؟ 19 حتكون بالبداية تجي مكان 33، وال 33 تروح مكان ال 19. هسه نجي على اللون الأصفر اللي بيه 42 وبجهة اللوخ بيه 27. ال 27 أصغر من ال 42، فهنا ايش راح يصير عندي؟ ايضا ال 27 حتروح مكان ال 42. هسه شوفوا هنا بالليست اللي جوا 27 حيجي مكان ال 42، وال 42 حيروح مكان ال 27. وقد عدي ال 10 وال 44، هنا ال 44 اكبر من ال 10، فايش راح يصير؟ ال 10 راح تبقى مكانها وال 44 ايضا راح تبقى مكانها. فحصلت على هذه الليست، هاي من الخطوه الاولى. فطبعا هي هنا بعدها ما مرتبه، لازم